فضيلة الشيخ، في رجل توفى له أحد أقاربه في جدة ومصلوا عليها الناس قصلوا، ويبعد المنطقة دي حوالي 250 كيلو. إيش؟ لم يحضر خاله. نعم. وإمام مسجد يبعد عن 250 كيلو. نعم. فجمع الناس وصلى صلاة الغائب على خاله. أي. وماتوا في نفس السنة، ناس كثيرين لم يصلي عليهم. هل ننكر عليه شيء يقول لي لازم؟ نعم. وإلا يكون على قصة. نقول له بهدوء. عندك دليل على هذا؟ النجاشي، دليل النجاشي. ما يخالف. إذا قال عندي دليل النجاشي، نقول النجاشي ملك في الحبشة، قائد، مات في بلد غير إسلامي، لم يعلم أنه صلى عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ألم يموت أناس كثيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في غير المدينة ما صلى عليهم؟ سيقول بلى. طيب إذن كيف تصلي أنت على هؤلاء؟ صلى على خالك وترك الباقي. ثم إن الصلاة أيضا، الصلاة على خالك أو قريبك في مجتمع الناس بدون إذن من ولي الأمر غلط. صلى عليه في بيتك مع أهلك، بص كما ترى، لكن تفرض هذا على المسلمين الذين وراءك ما هو صحيح. قد يكون بعضهم يكره خالك ولا يرى له فضلا حتى يصلي عليه صلاة الغائب. فنحن نقول صلاة الغائب لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولم تحصل إلا في قضية واحدة معينة، وهي الصلاة على النجاشي. والنجاشي كما قلت لك له ميزة لم تكن لغيره. ثم هو في بلد كفر، يعني الحبش في ذلك الوقت ما أسلموا، فمن قال إنه قد صلي عليه وأنه بعد ذلك صلي عليه صلاة الغائب؟ فإن هدى الله الرجل لهذا فهذا المطلوب، وإلا قيل له اكتب كتاب إلى دار الإفتاء واستفتهم في ذلك. هنا يدفع الصلاة الشيخ الغائب هذا؟ نعم يدفع الصلاة الغائب. إذا صارت مشروعة ينتبع بها، وإن لم تكن مشروعة فلا ينتبع بها. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب، وعلي ذلك لأن سبب ذلك أنه ليس هناك أحد يصلي عليه، ووقع المسلمين الحين، وقع المسلمين الآن يموتون جماعة، ويعني بالتأكيد لم يصلي عليه كما هو الحاصل، لا سيما الوقت الحاضر يغزلات والصومال، يعني يتأكد أنه ما صلى عليه. نعم، إذا تأكدت أنه لم يصلي عليه فصلي عليه، لأن الصلاة فرض كفاية. لكن ربما أهلهم صلوا عليه، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد. لكن هذا إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصلى عليه فعليك أن تصلي عليه، لأنها فرض كفاية ولا بد منها. نعم، هذا هو الأقرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على من مات سوى النجاشي، مع أنهم أفضل منه وأكثر نفعا للإسلام والمسلمين، وكذلك الخلفاء من بعده. لكن ما يبعد يسلم ولا يسلم، لو أسلموا معه فهل هم عرفوا شعائر الإسلام كلها؟ قد يسلمون ولا يعرفون شيئا من الشعائر.